أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. نفس ما تشوف أن مباراة قطر راح تكون أكيد مباراة صعبة، ولازم نطلع بصورة أفضل ما طلعنا فيها في المباراة السابقة ضد الغرافة. طبعا إحنا وضعنا صعب في الموسم، ورانا شو اسمه بطولة كأس الأمير، إن شاء الله راح نقدم فيها مستوى أفضل من مباريات الدوري، وبإذن الله راح نطلع بصورة أفضل. عودة الريال للانتصارات، طبعا لازم احنا نجتهد اكثر في التمارين، نسمع تعليمات المدرب على اساس نطلع بصورة افضل في المباريات القادمة. طبعا راح نبدأ في مباراة نادي قطر اللي هي يوم الثلاثاء، نقدم افضل مستوى عشان نطلع بال3 نقاط. اكيد يعني احنا في المقام الاول نتحمل هذه المسؤولية، ثم الجهاز الفني والإداري، لازم كل لاعب يعطي أفضل ما عنده في هالمرحلة يعني على أساس نطلع بصورة أفضل. وطبعا عندنا بطولة صعبة نفس كأس الأمير ضد نادي صعب، نادي الوكرة، إن شاء الله راح نطلع بصورة أفضل وراح نتأهل للدور نصف النهائي بإذن الله.